قررت اني ابدا مشروعي بما اني كنت باحث عن عمل. ممتاز. فكانت بدايه جدا بسيطه يعني ما توقعت اني انا راح اوصل لهاي. نعم. طيب وفاء ايش اللي استهواك اساسا في هذا المجال؟ انا صراحه احب يعني احب الموضه واحب الملابس و كان عندي شغف يعني اني ابتكر شيء جديد. ممتاز. وبغيت اوصله لخارج السلطنه بعد مش يعني في عمان فقط. نعم. فبديت. نعم يعني وفاء انت ذكرتي انك انت تحبي انك تتابعي الموضه، تتابعي كذا الموضه العالميه، فهل انك انت تحبي تدخليها ايضا في تصاميمك او انك تبتكري اشياء جديده خاصه فيكي انت في 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 الازياء اللي تعمليها؟ احب دائما ابتكر، خصوصا اني انا كون اني انا يعني اصلا احب اتعلم لغات، فكنت يعني كل ما اسافر احب